الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. إنجيل هذا الصباح تتركز فيه الآيات وتتداخل بصورة شديدة جدا، ذلك يصعب التعبير البسيط عن إنجيل هذا الصباح بمفهوم واحد، فإذ نجد الآيات تتداخل يلزمنا أولا أن نلقي بنظرة متسعة للخلفية التي فيها إن جمعت هذه الآيات كلها. فهو هنا يتكلم عن النور، ويقول أن النور يوضع على منارة، فطبعا التأويل الأول والأبسط أن النور هنا هو المسيح. فهنا الآية تتداخل في الآية التي تقول أنا هو نور العالم، ثم يقول أن النور لا يوضع تحت مكيال أو لا يوضع في خفية، في خفية أي في ظلام، أي في كريبتون اللي هو الأب المظلم. فهنا أيضا يتجه فكرنا مباشرة إلى قول الإنجيل في الرسائل عن أن المسيح هو رأس الجسد، موضوع على منارة أعلى شيء في البيت لكي يضيء لكل الداخلين. ثم يتكلم عن سراج، يعني السراج غير النور خالص، النور شيء مطلق، السراج آلة للإضاءة. فهنا لابد أن ينفك هذا الاشتباك ما بين مفهوم النور المطلق الذي يوضع على المنارة والسراج المصباح الذي يوقد باليد. ثم يبتدي يشبه السراج بشيء يوضع في الجسد، وعلى طول يتجه مباشرة ناحية العينين، جعل العينين سراج للجسد أي يضيء له. هنا التشبيه صحيح، العين مش نور ولكن آلة لاستقبال النور، فلو ما فيش نور العين تقف ما تشتغلش مهما كانت قوية وسليمة. وبعدين يرجع يقول إن كانت عينك بسيطة، وكلمة بسيطة هنا يعني صحيحة في الحقيقة، لأن البسيط الله بسيط، والبساطة هي النقاء المطلق عدم التركيب، المفهوم الفلسفي بتاعها البساطة عدم التركيب، الله غير مركب فهو بسيط بساطة مطلقة كلية. فالبساطة تفيد بنوع عميق جدا مفهوم الصحة، العين البسيطة هي العين الصحيحة. ثم يعود يتكلم عن العين الشريرة، الأصل اليوناني بتاعها يفيد معنى عدم الصحة أو المرض، والاتنين بيتلحموا في المفهوم الآبائي. يقول لك إيه الأوجاع، أوجاع النفس أي أمراضها، أوجاع الجسد أي أمراض شهواته، فإن الأوجاع بتترجم أمراض. فالمرض والوجع رجع عبر عنه تعبير مرادف الشر فعلا، لأنه كل مرض أصله شر، وخصوصا إذا كان بمعنى الوجع، والوجع بمعنى الشهوات أو أمر، يعني مثلا الكبرياء مرض، مرض للنفس، النهم مرض للنفس والجسد أو الحنجرة.
فبيرجع يقول العين الشريرة. هنا العين الشريرة بمفهوم أنها غير بسيطة غير صحيحة، والعين الغير صحيحة تتسبب في أن الإنسان ما يشوفش، يبقى الجسد كله كأنه في ظلام. العين الشريرة أو العين الغير سليمة والمريضة بتلغي النور، يبقى النور موجود وملغي ملوش وجود. الإنسان اللي عنده انفصال شبكي يقول إيه، أنتوا قافلين الشبابيك ولا إيه؟ يقول لا ده احنا فاتحين الشبابيك. يقول الشمس ما طلعتش النهاردة؟ يقول لا الشمس طلعت. فهو لا شايف شمس ولا شايف نور خالص، العين مريضة. فالعين المريضة تنفي وجود النور، يبقى النور موجود وتنفيه، تقول ما فيش نور. هنا التطبيق شديد وقوي وجميل جدا جدا. ابتدى يكشف الانجيل، هنا انجيل مستيكي بصورة شديدة جدا، كل آية حاطط لها المقابل الروحي بس في خفية، فدقة متناهية علشان الانسان يفصل الآيات دي عن بعض. فالنور المطلق وأداة النور المصباح، النور هو الصحة وعدم النور اللي هو الظلمة هو المرض. المصباح يضاء فيستقبل النور وينير في نفس الوقت، ولكن هو من ذاته مش منير، لأن المصباح إذا كان أنديل أو شوية زيت وحتة فتيلة، أو إذا كان مصباح جاز أو شوية حديد ما فيهوش نور، وشوية الجاز اللي جوه تحط صبعك فيه تلت إيه ساقع ما فيهوش حتى حرارة. حتى المصباح الكهربائي يعني إما سراش فيه طيار الكهرباء ما ينيرش، فهو أداة نور ولكن ليس نور. كل هنا تشبيه على طول بينطلق منه الإنجيل ليقصد هدف، بس الهدف مش سهل الوصول إليه من كل آية. هو ركزها في الآخر وقال فاحذر إذن أن يكون النور الذي فيك ظلاما، اللي هو أداة النور والنور نفسه، لأن أداة النور بتستقبل النور. فاحنا عندنا أداة نور، فإذا كانت أداة النور ما بتستقبلش النور يبقى الظلمة ستسود الجسد كله، وهيوري. فإن كان جسدك كله نيرا، ده في حالة إذا كان مداخل النور سليمة، هيكون الجسد كله نير أي ليس فيه مرض، هتبقى نفس الأعضاء الأخرى، اليد ليست مريضة ولا الرجل ولا بقية الأعضاء. هنا الآية تهدف من بعيد أيضا، إن أعثرتك عينك اقلعها، إن أعثرتك رجلك اقطعها، إلى آخره. تركيز شديد، يعني الإنجيل ده جامع على الأقل 30 آية، يعني لما قعدت ألف كده شيء مهول يعني علشان أجمعهم كلهم، ساعات طويلة علشان أقدر أوفي الإنجيل ده حقه. فإن كان جسدك كله نيرا ليس فيه جزء مظلم، فكل شيء يكون نيرا. إذا كان واسطة استقبال النور، وهنقول إيه هو النور في مفهوم الروحي، سليمة، فجسدك كله يكون نير. إذا كان جسدك كله يكون نير يبقى كل شيء يكون ليك نير خارج عن جسدك أيضا، كل شيء طاهر الأطهار. أو زي ما بيقول الله نور وليس فيه ظلم البتة، هنا مستلف القديس يوحنا مستلف من إنجيل هنا، فإن كان جسدك كله نيرا ليس فيه جزء مظلم، ليس فيه شيء مظلم البتة، ده مفهوم النور المطلق في المسيح اللي احنا بناخده كما هو، بالرغم من ان طبيعة النور تختلف اختلاف كلي عن طبيعة المصباح، ولكن ممكن ان المصباح ينير ويأخذ النور. دي المعجزة اللي تمت بالمسيح وفي المسيح من اجلنا، ان هو اللي هو النور، نور العالم، جه واستطاع ان يضيء في الظلم. الظلم هنا بمفهومها الانجيلي هنا في الحقيقة مفهوم عام في العالم وفي الجسد، لأن النور لما جه والتحم بالجسد صار الجسد كله نيرا وليس فيه شيء مظلم البتة، اللي هو جسد المسيح. فبعدين احنا بنأخذ هذا النور في طبيعته دون أن يتحول إلى طبيعتنا، يعني بيبقى هو طبيعة النور جوانا
ودي اللي بيسميها الإنجيل شركة، شركة في النور، شركة المسيح أو في طبيعة المسيح، شركة في طبيعة الله. يعني ما بناخدش الطبيعة لتصير فينا طبيعة، ولكن نشترك فيها، نأخذ من خيراتها. فالنور بيدخل جوه الإنسان، والإنسان ينتفع بنور المسيح، فيصير كل شيء له منير. في الحقيقة بعد ما غطيت بسرعة الخلفية الإنجيلية، أنطلق مرة أخرى لرحلتنا السعيدة في صوم أو موسم الصوم المقدس، لنتأمل قيمة الإنجيل ده في مسيرتنا السرية الداخلية. أنا قلت إن الطريق داخلي قبل كده، هنا برضك النور داخلي بمفهوم البصيرة الروحانية. هنا السراج في الحقيقة اللي بيتكلم عنه هو الضمير، هو القلب، سراج الإنسان، لأن من قلبك الصالح تخرج كل الصالحات. وفي الحقيقة لو كان القلب نقي ومش مريض، العين هتبقى على طول نقية ومش مريضة. فاللي بيغذي العين هو القلب. يعني في ناس بتحاول كتير قوي ان عينها تبقى طهرة وما تقدرش، يقول لي بقى اعثر ومش قادر لغاية الوقت اضبط عيني، وعيني بتعثرني، بتعثرني جدا، اعمل ايه؟ في الواقع التركيز هنا ما يكونش على العين، يكون على القلب. لسه القلب بيميل الى ظلمة هذا الدهر. اللي سبق الانجيل وبردك وتكلم عنها ان هو جاء الى خاصته وخاصته لم تقبله. ليه؟ لانهم احبوا الظلمة اكثر من النور. الظلمة هنا بمفهومها العالمي والجسدي، بما فيه العالم من شهوات وأمجاد دنيوية، والجسد من ملذات وقتية مائتة. فبالنسبة للسائر على الطريق، وبالنسبة للإنسان الذي يجاهد في الصوم لكي ما يتقدم في طريق الملكوت والحياة الأبدية، هنا الإنجيل بيضع له اشتراط هائل، انك مش ممكن هتشوف الطريق وتسير في مسيرة مستقيمة الا اذا كانت اعضاء استقبال النور الالهي سليمة. واعضاء استقبال النور الالهي وشبهها بالعين، انما هي مش العين. في الحقيقة العين الواحد لما بيشيخ تبص تقوله عنده مية زرقاء او مية بيضة. في الحقيقة اللي بيحصل ان الأغشية العادية دي اللي بتستقبل النور بتشوف كل شيء، بيحصل لها تليف. العدسة بتاعت العين اللي هي شفافة جدا تصبح مليفة، الخلايا تنشف وتتصلب وتجف، فعلى طول يتحجز النور ما يدخلش جوه العين، فيصير الدنيا ضباب، ما الإنسان يمشي يخبط في الباب أو يخبط في الحيطة. هنا المسيح بيوعينا يقول اوعى النور اللي فيك يبقى ظلام، اللي هو الضمير، استقبال معرفة الله. مصباح الإنسان هو في الحقيقة قلبه وضميره. ده بيحتاج للاستنارة اللي اتكلمنا عنها في البستان أول امبارح، عن أول الإفراز. الإفراز لما سألوا أنبا أنطونيوس وقالوا له إيه الفضائل أفضل، الصوم ولا النسك ولا الرحمة ولا، قال لهم في الحقيقة كل الحاجات دي كويسة، ولكن إما كانش في إفراز كلها دي ما تشتغلش أو تشتغل بالعكس. الإفراز هو فعلا اللي بيتكلم عنه الإنجيل النهارده، اللي هو مصباح الإنسان، الضمير المستقبل لصوت الله. فإن كان الإنسان في داخله استطاع أنه يتنقى ويتطهر ويدخل شعاع النور بالكلمة جوه القلب، توصلت القلب يستنير، يدخل النور مع الحرارة الإلهية، وينفعل الإنسان جدا جدا، والأشياء اللي كانت مشتهاة تصير غير مشتهاة، والأشياء الشريرة اللي كان يخاف ويرتعب منها تصير أمامه وكأنها طاهرة لا تسير ولا تستسير في شيء. في الحقيقة ده أساس المسيرة، أساس المسيرة العين. الراجل الضرير ما اقدرش اقول له سافر لوحدك من هنا للقاهرة او من هنا للندن دون ان تستشير احد، لان في الحقيقة الطريق زي ما قلت لكم طريق داخلي، وكل انسان له طريقه، ومحدش يقدر يوري الطريق للاخر، صعب جدا، لان كل انسان له متعبه، كل انسان له عراقيل خاصة، له صعوبات، فطريقي غير طريقك.
فمش ممكن أنا أقود إنسان في طريقي أنا، لازم المسيح في بنتقابل أنا هو الطريق، في المسيح بنتقابل بواسطة هذا النور الإلهي فيكشف لنا ويكشف لكل إنسان لي ولك، يكشف العثرات ونتلافاها. فالإنسان المسافر على طريق الحياة الأبدية، الطائر الخفيف المهاجر من البلاد البعيدة، ما يقفش لما الدنيا تظلم، بيفضل طاير، ولا يقف لما يبقى فيه ريح، بيفضل طاير، عنده الميكانيزم، عنده القدرة الحركية انه يتلافى الريح، وعنده القدرة الباطنية استبطان الطريق، مش من عينيه يبقى مغمض وما يشي بالزاوية مظبوط ويوصل بعد مدة مديدة 15 يوم يوصل للأرض اللي ذهب له وما كانش يعرفها قبل كده، مش بعينيه ما بيشوفش بالليل، شوف طول الليل دنيا ظلمة وسحب كثيفة وهو ماشي في وسط السحاب كمان، يعني لا شيء فوق ولا شيء تحت ولا نجوم ولا شيء، ولكن في داخله مصباح إلهي بينير له طريق الحياة لكي لا يفنى جنسه. هكذا الله أضاء لنا الطريق، طريق الحياة والخلود، وسلمنا الكلمة الإلهية في قوتها، الكلمة بتخلق لها الضمير وبتخلق، هي اللي بتهذب لها المصباح الداخلي. كلمة الإنجيل، الإدمان على كلمة الإنجيل بتكون كلمة على كلمة تصنع مصباح، هو ده المصباح، هو ده الإفراز، هو ده العين الداخلية التي ترى في وسط الظلام الحالك، ظلام التجارب والألام والهموم والمظالم والأتعاب والأمراض، يفضل إنسان ماشي بنفس السرعة، ما يتوقفش أبدا على طريق الخلاص والحياة الأبدية. مصباح مضيء مشتعل، مصباح العذارة مشتعل، مشتعل بإيه؟ بنور الله. هنا الإنسان في الحقيقة، يعني في آباء كتير قوي منهم إبراهام السورياني يتكلم عن المصباح إن الزيت اللي فيه هو النسك، وتاني مثلا يقول لك لا دي النعمة، وتالت يقول لك لا دي أعمال الرحمة، بردك هيفضل يتخانقوا زي الروبان بتوع بنطونيوس. في الحقيقة المصباح هيفضل مصباح ولا ينورش، ولكن القيمة النهائية والعظمى في المصباح والنور اللي هيدخله. فإن كان اللي فيه مهيأ للاستنارة هاي يضاء، يعني افرض فيه زيت ولكن غير قابل للاشتعال مش هينور، اسمه زيت مزيف، نسك مزيف، تواضع مزيف، محبة مزيفة مخلوطة بالشهوة. ديا الشخص يتهيأ له ويتهيأ لمن حوله انه مجاهد، وبيجمع في مصباحه نسك وسهر ومطنيات وقرع صدر وتواضع وانحناء رأس وصوت واطي وكل شيء، ويتهيأ لنا ان الانسان ده بجمع زيتا، ابدا ده زيت مزيف، لما يجي تقربه الكلمة تحرقه فتنطفئ الكلمة ولا ينير ولا يستنير. في الحقيقة بيعتمد المصباح اعتماد كلي على الكلمة، هي اللي بتنيره. فلما بيقول فاحذر إذن أن يكون النور الذي فيك ظلاما، النور اللي هو الضمير اللي هو الوعي الروحي مظلم، ما هوش مبني على أساس الإنجيل والرسل والمسيح نفسه، على طول يبقى هنا النور ينتج ظلام، معرفة ومعرفة وذكاء هائل وقدرة مدهشة بشرية، ويتهيأ لنا أن القدرة دي تستطيع أنها تنشئ نور، أبدا ما تقدرش، ده نور مزيف، نور مظلم، نور عكسي يخدع الإنسان أن في نور وهو ظلمة. يعني زي برضك المثل هنا بيسحف على المثل اللي قاله المسيح قبل كده، دعوهم إنهم عميان قادة عميان، إن كان أعمى يقود أعمى فكلاهما يسقطان في الحفرة. هما مش عمي نظريا أو بالعين يعني، ولكن العمى هنا هو إن ما فيش الوعي الروحي اللي بيكشف الطريق الضيق،
وده بيبان جدا. يعني عاوز اختبار ترمومتر ادولك في ايدك، هل انت لما بتقابلك ضيقه بتبقى فرحان ولا حزنان؟ بتنحصر وتضايق في نفسك؟ يبقى لسه البصيره ما اشتغلتش، يبقى قوه الافراز والمصباح ما ضاعش. العلامه الوحيده والاكيده ان هو المصباح يضيء فين؟ في الظلمه. انا ما اجيش مصباح وتقول لي اجربه في نور الشمس، ما يبانش اذا كان كويس ولا وحش ولا نوره ملألأ ولا لا، ولكن يبان لي في الظلام. المصباح الوعي الروحي، ضمير الانسان المهذب بالكلمه الالهيه، النور الحقيقي يبان في الضيقه، يبان في الحزن، يبان في المرض، يبان في الـ في الـ في الالام النفسيه، الالام الجسديه، في الحرمان، في الجوع، يبان. ان كان في افراز هيبان، ان كان في مصباح منير هيبان. لذلك المسيح بوعي، واحنا بناخد الوعي ده في الموسم المبارك ده ونطبقه على طول، خلفيه صالحه لينا جدا. بقول احذر اذا ان يكون النور الذي فيك ظلاما، لان ده مرعب جدا، يبقى مفيش امل. ولكن لو مفيش نور خالص، ظلام في ظلام، ممكن يتولد مصباح تاني كويس مضيء، والانسان يتوب عن الادراك والوعي الخاطئ ويصلح نفسه. ولكن انسان توهم واوهم الاخرين ان عنده مصباح وان عنده استناره وان عنده افراز، هي دي اللي اتك عليها وقال اعمى يقود اعمى. هنا في وهم، هنا في تزييف، ان في نور وما فيش نور، في مصباح وما فيش مصباح. اداه النور واله استقبال النور الالهي والحق الالهي، واله استقبال ايحاء العفه وايحاء القداسه وايحاء اللطف والتحنن وطول الأناة والصبر والاحتمال والبذل، الأداة اللي بتستلقط أشعة النعمة الإلهية، إذا كان الأداة دي موجودة وبتلتقط الحق الإلهي والنور الإلهي التقاط صحيح لأنها سليمة، خلاص يبقى النور اللي فينا منير، ينير ويستنير أولا وينير آخرا، لأن أنتم نور العالم. برضك سحب الإنجيل هنا ساحب على أنتم نور العالم. هو نور العالم بإيه؟ ليروا أعمالكم الصالحة. الأعمال باخدها بإيه؟ بقوة الله وبنعمته. فالأعمال دي بتكشف عن نور الله اللي موجود جواه القلب، بيوري البصيرة النيرة. الحقيقة الإنجيل كله بيتركز أخيرا في الكلمة اللي أنا بقولها لكم، احذر إذن أن يكون النور الذي فيك ظلاما. هذا موسم مراجعة، موسم مراجعة الوعي الروحي على مستوى النسك والصوم. الصوم يكشف الإرادة الجانحة ناحية الشر أوي، يكشفها خالص، بعكس البطن الممتلئة، الخيالات والظنون بتبقى مغطية الوعي فالإنسان ما يقدرش يكشف. إنما لما يجي يصوم زي ما بيقولوا الآباء القديسين، إن أردت أن تمسك أي فضيلة فابتدي بالصوم. ليه؟ هيوضحها أوي ويكشفها أوي ويرغبك فيها أوي. الصوم أساس زي ما قلنا، الوسط اللي فيه بيتحرك الإنسان الروحي، واللي مؤسس عليه الطريق الضيق كله والصاعد إلى السماء، ده الصوم. الصوم بيكشف المصباح الداخلي، وإذا كان ضعيف بينكشف، فالإنسان يهوى الكلمة جدا ويشتهيها في الصوم. لذلك الآباء حبذوا الصوم مع الصلاة، وبتسمعها فيه القداس في صلاة القسمة، الصوم والصلاة، الصوم والصلاة، الصوم والصلاة. فعلا الصوم بيكشف الوعي الروحي وعمقه، والصلاة بتعدل وتضيء، تزود الاستنارة، تزود الإمكانية. ففي إنجيل هذا الصباح يحذرنا المسيح وهو النور الحقيقي أن نلتفت إلى المصدر الداخلي الذي به نستطيع أن نلتقط من المسيح كل إيحاء. لو كان هذا المصدر سليم سنمتد وننمو ونسير في الطريق. الرب يجعلنا قادرين بالفعل أن نكتشف ذواتنا من الداخل، لنستطيع أن نهذب مصباحنا يوما فيوم. ولربنا المجد دائما أبديا. أمين.